اف ام كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه، موصلين حتى لل11 تاع الليل. تحيه لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. تنجموا تابعونا كالعاده على شين يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباج فيسبوك راديو اي اف ام كلام القلب. لليوم موضوعنا للحلقه الثانيه على التوالي، عرفت شخص لمده قصيره اما بالرغم من هذا قعد في بالك وما نسيتوش وما تنحاش من ذكرتك رغم قصر المدة اللي عديتها معه. كلمونا أو كلمنا وشاركنا حكايتك على الرقم 31-380-ألف 31-380-ألف. معنا سيرين، أهلا وسهلا سيرين. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة سيرين، شو أحوالك؟ عسلامة طارق، لاباس الحمد لله. شبيك هكا غبت ما جاوبتنيش فيسع من الأول؟ بحذك شكون؟ لا 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 لا، تفاجئتي بالعكس، بحذية صاحبتي الانتيم وبالعكس عليز معناه الحمد لله. عندك فيها ثقة صاحبتك الانتيم؟ عندي فيها ثقة، هاي لذيذ، تعبت معايا بالحلول مر ولذيذ معايا 100% 100% مادام تعديت معايا بالمر و تتعدى معايا بالحلول وبنتنا ثقة والمواقف معناه هي تحكم والحمد لله في كل موقف موجودة. الحكاية اللي بتحكي لنا هي تعرفها دونك؟ تعرفها أكيد. كيفاش تبدأ تسمع فيك وهي بحذاك تحكي بالحكاية، باش تضحك ولا باش تحزن؟ والله باش تحزن خاطر اللي صار وتعدى عليا بشوي، وباش تفرح خاطر تجاوزت المرحلة هذيك نوعا ما والحمد لله، معناها قاعدة نقدم في حياتي تو. قداش عمرك سيرين لو تسمح؟ 22 عام. 22 عام، منين تكلم فينا؟ ما نحبش نذكر المكان يعني تحبش تفكر سلامتي كما تعرف يعني سلامتك شوي. ايه؟ شوي لا نتوكلوا على ربي ونبدأ نسمعوا قصة يلا هاي على بركة الله. نحكي بديت من اللي جيت للساكل تونس وقتها عمرت التوجيه وحطيت تونس ويعني حاطة لافيون غوز وحطيت اللي غادي باش نتعرف على العبد الصحيح وباش نعيش تجارب جديدة باش نتفتح معناها على العباد الاخرى وباش افاق جديده تتحل معناها، لكن للاسف التجربه كانت عكس اللي توقعته تماما. كيفاش؟ للاسف تعرفت على طفل في وقت الجامعه معناها والكل. كان لي اول تجربه واول حب واول كل شيء من كل شيء معناها. أول كل شيء من كل شيء. أول كل شيء من كل شيء طارق. حلوة. ما نعرفش هو حبني وإلا ماني فيليني وإلا جست استغل لينوسونس اللي كنت فيه وكل المرحلة المزيانة اللي كنت باش نفتح بها في الجامعة وكل ما نعرفش حصيله. كانوا حضينا بعضنا، تعدينا بمراحل الكل، مشي معايا راجل ملي قال الامور لحد الان اللي نحكي لك تمام معناها لاباس كل. تو دان كو بدات تدخل حكايات، بدا يلمح لي على حكايات سكشوال ويحاول يطبع لي مع حكايات يعني سكشوال، وما فهمتش من الاول الحق معناها ما فهمتش واستغربت شوي، اما عادي معناها يعني قلت عادي شنو المشكل، بلكي هو يحب يعبر على البوزوان نتاعو لكن نحلل ليميت نتاعي. باهي. كنا ما نتقابلوش معناها كنا نتقابلو في قهوه في ساعات يجي بحذيه مع بينومينتي وكل يوصل القضيه ولا حاجه يمشي على روحه. لم يوم من الايام اقترح عليا ان نمشي مع بعضنا للدار وكل في كانت لوكازيون عيد ميلادي وحط لي الدنيا قلوب ونوار وكادوات وشوكولاته وكل شيء. وماشي في باله هديه عيد ميلادك هذه. في باله هديه عيد ميلادي. تعرف بعض هذاك الكل والامبيونس اللي عشناه اكيد انتيم رومانتيك معناها. خرجت شيء في السادس نطفة تخوف من بعض وحاول يقصدني معناها فهمتني؟ وحصلت العذريه نتاعي وشوي بشوي ركب لي الحكايه نرمال ولازم نتفتح واللي تعدينا به نرمال وكل وباش نعرسوا وحلي في الجنه ذريع وصدقته معناها ريت سرتها ماما. طب
أفلاطونية معناها نوعا ما. قلت لي حاول يغتصبني ولا وصل أقنعك بالقصة وصارت برضا الطرفين؟ وصل أقنعني بالقصة، لكن هذيك كانت اقتصاد، وحتى استشرت عبيد تفهم معناها وكل كانت اقتصاد. أغواك فن الإغواق، عادي تبع فيه تبع فيه لين وصلك للي حب علي. بالضبط بالضبط، يعني تلاعب ولا منعناش تلاعب تلاعب بأفكار بأفكارك. بالضبط، وبل بشوي بشوي الحكاية معني عجبتني، وليت بشتيونيل بيها، وليت شيء عادي، شيء عادي وليت معناها وكل للأسف. أما شنية الطريقة اللي الطريقة اللي عملني بيها ياسر ياسر فيها إملاشاء وفيها فيها إهانة وفيها وكل، وباقي ماني شوية ما خاطر كنت صغيرة في العمر وكل، ما حبيت نحكي لحتى حد خاطر يعني كنت طفلة، العبيد شوفي طفلة العاقلة الشهلولة اللي معناها دو كنت حد على الحكاية. دو كنتي كنت حاملة حملين، الحملول متاع الحكاية في حد ذاتها اللي صار واللي فقدته وما إلى ذلك، والحمل الثاني هي الحمل متاع الشخص السوي. أنت على ما يبدو في حياتك عندك الصورة متاع العاقلة اللي ما تغلطش اللي ما تعمل شيء هكا ولا؟ بالضبط بالضبط. فولا يعني فما حملين بيه على الأخر، لكن الناش في عكس الصورة تماما يعني. فولا حملين، حمل الحكاية وحمل الصورة الناصعة متاعك اللي عند الناس اللي واللي ويحسوك ساعات اللي ما عندكش حق تغلط. بالضبط، عبارة عايشة مريم من العذراء. ثم سيرين حتى لنكثر التفاصيل في ذاك الموضوع اللي كنا فيه، بعد ما تعودت وأصبح شيء روتيني تعيشوه، ما الذي تغير وما الذي حدث؟ ما أنه كان وعدك أنه فما ارتباط رسمي. بالضبط، اللي تغير وحدث اللي هو وليت كوسيسيان عنده، معناها من انت يعملني كعبدة ولا يعملني بطريقة، ومن حتى عملني شانتاج، معناها كل ما كل ما نحس العلاقة توكسيك وماشية في بوا توكسيك أكثر وأكثر، ونحب نملص من العلاقة يعملني شانتاج ويوصل معناها يهددني بدارنا، يهددني بقوية بدارنا بكل شيء معناها. وقتها أنت بديت تفيق وبدأ يرجع بيك شاهد العقل، وبديت تندم على اللي رضخت اليه. بالضبط، وصار لي حمل وكرتاج معني دخلت في دوليب لا أرك الله وكهو، ودي ما يفك لي مصروفي بورس يفك لي، وليت عبدة عند العبدة هيك. وليت قديش دامت هذه المرحلة سيرين؟ هي دامت عام ونص، والله عنينا مع عام ونص معناها العلاقة مشت في الزاي هذيك، وبعد الشهر العام الآخر كلها صراعات وعرك وضرب وإهينة واقتصاد نجم معناها صيطة، وبحظ بعض لفهمت الحكاية ولا اقتصاد نسميها، ما نسميهاش حتى علاقة جنسية نرمال. خضم هذا الكل سيرين انت ما حطش تخرج من مخي، خاطر خضمة زي كل اللي ما زلت متعلقه بيه ونحبه وشاهد زي صاير لي بلوكاج، ما نزلش نقدم في حياتي حتى في خضم هذاك الكل. كنت انت الوحيده اللي تعرف الحكايه، ما حد ما كان يعرف معاك؟ لا لا لا، صاحبتي اللي معايا تعرف الحكايه، عشت معاك المباشر، عشت معايا هي، اما ما كنتش نحكي لها ديتايل، كل كنت نحكي يظهر علي الحزن، يظهر علي الصعب وكل، اما هي ما كانتش معناها شو كان لو تسمح طبعا أي لو تسمح سيرين، شو كان موقفها صاحبتك وقت اللي انت تحكي لها ما يحدث من التطورات والذي اصبح روتيني ثم وصلنا للكورتاج؟ هي موقفها كان قاسي معايا من الاول، كان فما جوجمون، هاي بحذية تشهد معناها فما جوجمون، فما نظرة دونية وصلت معناها، وصلت توعي فيها، تضرب فيها بالكف، تعمل لي وعي على وضعك، وعي فيك على وضعك وكل، وبعد كي صارت البرسيس وقتها قطعت علاقتها بيه بسيود وكل، معناها صارت برشا حاجات أكبر من عمري وأكبر من تجربي كل، معناها بحق حاجة ياسر لك. قد عنده الشيء ذا يا سيرين؟ يعني في 20-21 تاعك؟ اي اي من 18-19 20 و معناها المعاناة بقات بعد 20 كنت نعاني فيها، ولا الكونسيكونس نتاعها كل نعاني فيها. الخط الفاصل النهاية
يعني هي كانت اني عملت تنتاسيون دو سويسيد هذه حاجه محاوله انتحار محاوله انتحار وهددته بها معني باش سيبني باش حط عليا معناها وكل اي ونجحت المحاوله انه يبعد عليك خاف هي عملت محاولات قبل المحاوله ذي عمل محاوله ذي بحكم عده معناها قريب تؤدي كانت كاسحه نوعا ما على الاخرين كانت كاسحه نوعا ما بدي خاف بدي ياخذ برشا حاجات اون كونسيديراسيون وصرت نهدد فيه معناها بها ديما وفد ديجا هو فد وحب يمرض حتى المسؤوليه نتاع الحكايه وكبرت عليه هو بيدو الحكايه خاطر صغير في عمري من تاي نجم يسيني وانت قداش عمره سامحني كان؟ نديدي نديدك شنو يعمل في الحياه؟ يتجو يقرا زاد هو يقرا وحتى ريت حتى البورس ومصروفي وكل كنا معناه كان يهز فيه مني وكان يحب يعمل فيها راجل نتاع العلاقه وزوز مجتمعين وزوز اجتمعتوا في ولايه اخرى غير مسقط راسكم ها بالضبط دونك عائلتك في خضم هذا الكل لا يدرون شيئا اكيد تعرف مجتمعنا وتعرف الحاجه هذيا ما نصورش معناها ما تفتحنيش لهالدرجه باش يفيقوا الكل والأدهى والأمر اللي كوزان تاعي معناها خطبني وبابا موافق لكن ما نجم نعمل حتى شيء لا نجم معناها حسي بيه أما ما نجم نعمل حتى شيء خاطر الوزير الجنوبي عائق وكيف كبيرة في العائلة كان تصير معناها الحكاية كان يسمع بها العائلة دونك بعد محاولة انتحار الأخيرة بعد عليك وسيبك بعد عليه سيبني وأنت كان الهدف نتاعك رغم الخسائر اللي صارت كلك هو يمشي ويزي خليه يقف النزيف يمشي ويزي صرت لها حبيته على الاخر ونزلت ونزلت نحبه لحد الان معناها خاطر ممكن تستعمل مو تطبع مع التكسيكيتي تولي حاجه عاديه تولي تخاف لو يطلبك وتقبل ترجع له تخاف منها الحكايه؟ نخاف من روحي خاطر ما نعرفش ما تخافش لا ترجع له صاحبتك تعاود تهجرك من جديد هي تنجرني اكيد حاجة تصير هاك تبسمت ريتها بحذاك تسيرين ما فيك يا طال تخاف انه يعاود يكلمك وتعاود تضعف اكيد خاطر اول حب اول تجربة راني بالحق يعني كنت صندوق ومسكر ممكن اللي برني ما عنديش تجارب معاه قديش حاطة نسبة مئوية انه السيد هذا حبك او يحبك صحي 100% حسيت لعشنين بعضنا مش شوي معناها لكن توا بالركول توا بالركول بعد ما بعدنا على حكاية قديش نسبة مئوية متاع انه حبك فعلا 100% اما ما عرفش ممكن حب طرق اخرى يعبر بها على الحب ممكن يخلي الحاجة ذيك لازم تصير ممكن متأثر بالنسبة حبك حبك اما ما كانش عقلاني ما كانش عقليني يعني ولا حبي ولا بروفيسيون ولا جنون معناها هوس عشقي وهو كيف برشا زطلة يعني في برشا حرم معناها وكل ديجا وصلنا معناها الحاجة ديجا 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 أما قديش عندها من اللي وفات الحكاية؟ هو كيما حكيت لك هو 10 عامين من مدة الزيت نتاعي للعشرين اي قديش عندها من شهر قديش عندها من مدة؟ نجم تقول الكل في كل عام ونص كامل عندها عام ونص من اللي وفات؟ اي عام ونص اي ما نحب نوعي البنات اللي في عمري اللي عمرهم ما ينظهروا معناها بعلاقه ما انت ينجموا يعطوا فيها الكونسانت ولا يعطوا فيها الموافقه ولا انهم يرفضوا ولا معناها يكونوا واعيين يكونوا حبيت تباع يكونوا يهنيوا على رواحهم خاطر الدنيا ماهيش سهله ولا تو صعيبه وشنو يعملوا باش ما يوصلوش يتيحوا تحت فن الاغواء اللي صار لك انت على شنو يبعدوا باش ما يوصلوش يتيحوا فيه سيري يبعدوا انه ما يتعرفوش على عباد ما يعرفوهاش ما عندهمش عليها فكره من الاول ما يعرفوش على طبيعتها مثلا يبعدوا العقلانيه قبل العاطفه يبعدوا زادة مثلا على الانفراد بأشخاص بالضبط غرباء نوعا ما لأنه هذاك يفتح مجال هكا ولا أكيد جدا يفتح مجال كبير باش إن العبد يعتزي عليك وإلا يتعدى على الليميت نتاعك معناها ولو راني سيرين لست من الأشخاص اللي
يحكم على الناس في الأخطاء والزلات، ودائما ما نختار أني نصنف ما حصل زلات وضعف على أخطاء، والإنسان ضعيف. وكل من يسمعنا توا وقعدوا كيفاش عملت هكا وكذا وبعثوها دارهم تقرأ وكل، ما تعظمش ما تعظمش ما تعظمش، لأنه لعظمك بلي والله لعظمك صحيح، لأنه أنا ما نحبش وسيرين ما تحبش وانتي اللي تسمع فيها ما تحبش، ويمكن هو زاد والله أعلم يمكن ما يحبش، لكن الإنسان خلق ضعيفة بالضبط، نؤمن ضعيف ويضعف الإنسان، بعد يمكن نجم ونحكم عليه بعد ما ضعف وأخطأ تمادى وقعد غاطس ولا عمل كسيرين وأوقف النزيف، هنا زاد بالعكس نجم نغزر للإنسان من الجانب الإيجابي، يمكن على ذلك رجعت صاحبتك معاك وقطعت القطيعة ورجعت من الأول جديد. تعرفني تعرف المراحل اللي تعدينا بها كل ونسي معناها، وتعرفني هي هذه الكلمة بعيدة. شنو تحب تقول من بعيد؟ فاش قاعدة تقول؟ تأيد قاعدة تأيد في الفكرة؟ تعرف خاطر تعرفني بالبيه تعرف الوصام فيه، قاعدة تأيد في الفكرة ولا قاعدة تدعي عليه؟ زوز هي تو ديما معايا الحمد لله، وفرحانة اللي هي ديما معايا ما خلصتش بيا، معناها كانت بألف راجل معناها معايا. إن شاء الله ربي يخليلك صديقتك هذه سيرين اللي لقيتها في الأوقات في الأوقات الصعبة. أنت زادة تجربة ما نجمش نقول لك عليها مريره هاي، ما نجمش نقول لك عليها بتلك السهوله اللي يمكن يقولوها لك برشا، تعلم منها وتجارب ماهيش بالبساطه هذيك، مش بالبساطه هذيك، ولكن سيرين جديده وقد يكون ليك عمر بعدها هي اكثر من اللي قبلها هي، كيفاش باش تجاريه كيفاش باش تعامله، التيست الجاي زاد في القصه الجايه في الحكاية الجاية، هل سيرين زلت لأنه حبت ولا سيرين هكاكة، هذوما باش تواجههم أنت وأنت. نتمنى لك كل الخير والسعادة. كم شي يقول لك شنية تقول له؟ باش تقول لي حسبي الله ونعم الوكيلة؟ كان أي من غير ما نقول لك؟ نحب نقول لطول البنات معناها فضل ما يسالش حاجه اجمل عمري اللي باش يدخل في تجارب جديده، والكل لازم تكون تطبق العقلانيه، خاطر مجتمعنا ما يرحمش، مجتمعنا قاسي مع الطفله، مازال ما فماش تاثير، راهي على لينيت كي باش تصير لها حاجه كيما هكا، راهي ما فما حتى حد باش ياثرها ولا يقف معاها، خاطر الناس تنظر بنظره جوجمون وحكم وتقزيم واهانه، معناها لازم تحافظ الماكسيموم على روحها الى ان تنهض، معناها المراه تنهض المراه وتنهض المؤسسه اللي باش تنكدر المراه وتحمي المراه، معناها خاطر بالحق حبينا نكرهنا يا طارق، المجتمع لا يرحم المراه معناها. من اللي مشى هو فما شكون عرفته في حياتك سيرين؟ لا بلوكاج كاين بلوكاج، قلت لي كان اول شيء من كل شيء بالضبط. اي اما لي كنا تو في عمري معناها بشي شكون يخطب شكون يحب يتعرف بور دو مومون، هو اخر شيء من كل شيء الى ان ياتي ما يخالف ذلك. نتمنى لك الخير والسعاده والاختيارات الصائبه سيرين، وربي يخليلك خاصه احبابك وصديقتك اللي بحذاك واللي كانت بحذاك في كل المراحل اللي تعديت بها. قصه من القصص اللي نسمعوها، فما تفاصيل كي نسمعوها ما لازمش فقط انه نسمعوها، لانه كان نسمعوها ونتعديه يصبح البرنامج تافه جدا ويصبح سطحي جدا، ونعود الى تلك البرامج اللي فقط تعدي في قصص صارت فيها علاقات خارج الاطار المعهود عليه، وحكايات ماهيش من اللي تعودنا عليه ومن اللي استنسنا به ومن الاطار اللي احنا المفروض نعيشوه، كان تقف غادي. ولكن كي نسمعوا ما قالته سيرين في الاخر يرجع البرنامج الى رقي معين، انه قصه وزلات واخطاء
اليوم نسمعوا نصيحة من إنسان عاشهم، الناس ما زالت ما عاشتهمش، الناس ما زالت ما عاشتش حاجة هكاكة. ردوا بالكم، تقولكم ما تعطيوش الثقة، ما تنسقوش وراء الشغف والمشاعر، ما تنسقوش وراء الكلام الكبير اللي يقولوا الطرف الآخر كان رجلا أو مرأة. وردوا بالكم من برشا حكايات دون الخوض في تفاصيل، هي قلت لكم بعضا منها، انك تمشي، انك تقبل، انك تنفرد، هذوكم حاجات الكل يهزوا الى حاجات من اللي عاشتهم المستمع اللي كانت معانا قبيلة شوية. موصلين معكم في كلام القلب حتى للحداش متاع الليل. موضوعنا عشت مع شخص فترة قصيرة لكنها قعدت في بالك، كلمنا على 31 380 ألف. أمل حجازي ويلك من الله، وراجعين بعد شوية. انتوما تسمعوا في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. 10:37 دقيقة، رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى الأحداش متاع الليل. تحية لكم مستمعينا في كل مكان تتبعوا فينا داخل تونس ولا خارجها. موضوعنا لليوم، عرفت شخص لفترة قصيرة ورغم هذا قعد في بالك، كلمنا على الرقم 31 380 ألف. 31 380 ألف. معنا أشرف، أهلا وسهلا. أهلا بسي أشرف، شو أحوالك؟ عليك والله لباس خير الحمد لله. أمورك هانية؟ لاباس خي. ولا تعرف كان المدة اللي فاتت نهار حصلت نهار تسمية، انت قدمت البرنامج اي وفيما قلك فيها وحيرت شوية مواجع وفرد وقت فما شوية كما قلك فيها شفما الواحد ما يتذكر كما قلنا شفما شوية ابتسامة. شو أكثر، الابتسامة ولا المواجع؟ لا الابتسامة أكثر. الابتسامة. مين تكلم فينا أشرف؟ من صفاقس؟ من صفاقس. من صفاقس. قداش العمر؟ 34 سنة. موضوعنا سمعتوا شنية أشرف؟ سمعتوا شنية هو؟ بيه تعرفت كما نقول احنا لأشكون في مدة قصيرة، وقت المدة هذيك العلاقة كما نقول احنا اندثرت على بركة الله. نسمعوا حكيت كاي يلا بيه. اي سيدي، بالنسبة للقصة متاعي انا قصتين. طيب قصة طويلة قصة قصيرة، يلا نلخصوا الطويلة ونحكي القصيرة. لا نبدأ القصيرة دول برا سيديك. لا سيديك، تعرفت على أثنية والبنية هذية كما قلوا احنا تسكن باب دارهم أنفاس مقابل دارنا، معناتها من با ما يجيوش حتى 4 متر. هاي تعرفت عليها فين عمر هذي؟ في البريود أواخر 2006. أواخر 2006 ما شاء الله، 16 سنة تالي. بالضبط 16 سنة تالي. ده المدة هذيك الوقت اللي تعرفت عليها، احنا وقتها كما نقولوا البنية معناتها لا نحكي معها لا تكلمني نكلمها حد السلام السلام. دوب ما سكنت تعرفت عليها ولا فما فترة؟ لا لا مش تعرفت، نقول لك كيفاش تعرفت عليها. انا تعرفت عليها على طريقة بنت عمها، بنت عمها معناتها تدخل دارنا وتخرج هي وامها، معناتها متربيين مع بعضنا. اي حلو. طب كيفاش دارة عائلة واحدة. حسيلو. في الفترة هذيك وقت جاتني هي كم فرزة، قالت لي يا مانك نجيبش المثال تخلي لي الوراق متاعك تعلي لي القراية متاعك كما نقولوا احنا اللي عامل جاي تستحق، قالت لي صغيرة مني بعض. اي به عملت حتى كما نقولوا احنا الادوات متاعي تخلى عامة متاكة خليتهم معك لي الزمان كل وخذيتهم اخذيتهم هي حسيلو. ففي الفترة هذيك هي كيف اخذيتهم يمكن جاتها كالشوك، مانيش عارف انا خاطر تلقى فك النوت نتاعي فك الزمان نتاعي كله معناتها نوتات معناتها طايره. اي باهي فهمت كيفاش. ديجا من الحكايات اللي كانت تحكيهم لي قالت لي جي نقول لها يما اوزر اوزر في الانشاء 18. كنت متميز انت. اي بالضبط، رغم اني انا في الفتره هذيك شعبه ادبيه. اي فهمت كيفاش. في البريود الاولى الحق في البريود تاع 2006 وقتها كانت تقرا في اليوتيوب امورها واضحه وكل. من بعد جاتني قالت لي امانك على الاول مثال الماتيريال هذه مش فاهمتها، الماتيريال هذه مش فاهمتها، حسيت من وين نتلز انا نمشي غادي الدار مو فاهمها. من بعد وليت الحكايه وليت عباره انت بروف ليتيود. صحيت بالضبط. اي فهالايامات اللي تقري فيهم انت فيها اش صار او ما الذي تغير؟ اللي تغير هي فك اللحظه هذيك شعورك تجاه الشعور، استنست بها تعلقت بها بالضبط صحيت. او الشعور كيفاش بدا؟ بدا بكراسه هكا. اه كيفاش بابا؟
الكراسه هذيك اليوم الى هذا انا كنلقى كيفاش نشريها نشريها. كيفاش الحكايه ترى؟ باهي كل نلقاها كل مره معناتها في فما كراسه نقولوا احنا خذيتها هي كراسه جديده. هي؟ حسيرو رحت قلت لها اقتراح مثل حاجه مش فهمتها ولا حاجه قريبه في الكراسه هذيك نجيب في الكراسه هذيك نلقاها كاتبه كلام نتاع خواطر. وفي برشا تلميحات اللي انا ومن بعد ذاك التلميحات ولات مباشره. ما عادش تلميحات ما دام مباشره هكا هو ولات قول مباشر. صحيح علاش خاطر هي من انا من بيئه محافظه وهي من بيئه محافظه الزوز. هي جميل. فهمت كيفاش؟ حسيت شو ولات كيما نقولوا احنا الكراسه تقول لي زاد اكتب فيها حسيتك. ولينا رايح جاي كل واحد يكتب خواطر في الكراسه. صحيح الكراسه دونك الكراسه تعبيت من التالي اكثر مني من القدام. يقدر يقول لك حاجه ولينا نكتب في الغلاف. زاد والله حتى في الغلاف بتاع الكراسه. حلو. وهي فك الفترة هذيك بصحيح جيت قالت لي عندك قلم تحريري قالت لي ما هوش عادي. شاعر قالت لك. صحيح. عنترة هذا العصر. بالضبط بالضبط بالضبط. كانت بالضبط. كانت عبلة هي زادة في الوقت هذاك؟ مش عبلة الغاد. حسيلو اما تكتب اما مش بالاسلوب نتاعي. لا عبله في تلقيها لاشعار عنترة. هي عبله لم تكن شاعره يعني كانت من الناس اللي واحد كي يكتب لهم تحسك اللي انت محليك قاعد تكتب ولا يكون رد بارد. لا 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 هي تعرف نقول لك حاجه هي وليت تشري لي مشكله وعركه بعد وليت حتى انا نفس الحكايه نفس وليت تشري لي مشكله عركه مثال نقيه مثلا هزيت انا الكراسه هذيك وحطيتها مثال في الدار مثال كتبت ولا ما كتبتش مثال ما اديتهاش وما اديتهاش غدوه كما نقولوا احنا. اشرف بعد هذا التبادل في الكرارس وانت تقري وتجيب وكذا ومنا وانت اكبر منها بعام وين وصلنا سيدي؟ وين وصلنا؟ وصلنا لحكايه كيما نقولوا احنا العلاقه بتاعنا ما قعدتش حتى 9 شهور. باهي 9 شهور ومن بعد تقصت كيما نقولوا احنا بريود نتاع عام بعد بريود نتاع عام قعدنا حكيت 6 شهور ومن بعد تقصت كومبليتمون. يعني بدينا ب9 شهور وقص ديجا الولاده نتاع الحكايه ما كملتش. بالضبط مشيت كان الفتره السبب نتاع القصان هذيك نتاع ال9 شهور هي المشكله بدات من المره الاولى بدات وقتها جات قالت لي كيما نقولوا احنا خارجه هي وصاحبتها كل واحده مع واحده صاحبها باش يخرجوا مع بعضنا باش يعملوا قهوه. اي حسيت انا وقلت لها ماهوش جوي هذا الحكايات حاب نخرج مع بعضنا فهمت كيفاش وحدنا ما غير قلق ما غير هرج ما غير حد شيء. حلو. حسيت هذيك بالضبط. باهي في البعد الثاني اشرف رجعت 3 شهور وعاودت مشيت علاش عاودت مشيت؟ البعد الثاني هذيك مشكله يمكن جاء فما شكون تقدم لدارهم وما نطا ما عداش حتى 3 شهور هي الحكايه كلها صارت هي ديريكت عمل لك الخطه نتاعها حسيلو ولا يخرجوا ولا تك اللي منطق واحد اخر بالعاني ولا كيما نقول واحد دونك يا اشرف تخلى علينا منافس جديد. بالضبط تخلى علينا منافس والمنافس هذايا اللي تنقول لك انا في خاطر هي تعرف تضربت مره بسطور من عند المنافسه؟ لا مش من عند المنافس. المنافس قاعد البر يستنى في الكهرباء نكون كنا مشكور وقتها ولاد حسيلو وقتها خارج انا بالقرايه ومعايا الوليد هذايا اللي باش هو صاحب القصه الثانيه هذايا وقتها خرجت انا الاول حسيلو ومن بعد يكون هو في جرتي لاحق فك اللحظه هذيك ما فقتش نلقى كان فما الزولاد ضربوني من التالي وكيف ضربوني من غادي من التالي وكنت خل واحد اخر من غادي حسيلو المهم وكيف الضربه نتاع زوج ولاد من التالي الزوج ما بقاش مركز معاه مركز كان في واحد ثالث من غادي وقت جايب نرفيه في السطور حسيلو المهم مانيش عارف كيفاش جاتني ضربه من التالي ضربه من التالي هذوما يعني بعثهم سيد اللي جاه باش يخطبها. صحيح يحبي بعدك جمله الكال يقبلها وقبل بنهار قبل ما تصير الحفله هذه هاي حرب بالضبط لا وقتها نهارتها تعرف بالزهر اللي وقت اللي ضربني ما غادي تشد ديريكت على البلاصه فما يكون فما دوريه ما غادي وكرا ولا اكل حبه جا وحاسين وقتها تهز وتوقف خذيته اشرف نعم خذيته لا
لا ما خذتوش تقصت، اقول لك من طبعا ما قدوش حط ثلاث شهور تقصت الحكايه يا اخي، قصت ثلاث شهور ومن بعد انا وقتها وصلت لك مساج بطريقه ديريكت فهمت كيفاش خاطر وفك ثلاث شهور كيما نقولوا على الجبل برشا كدويت الحكايه هذوكم، ومن بعد السيد كيف قصها مغاد ولا رجع لي كدويتي وكل الرويق هذاك شعلينا فيه هو انت وياها شنو صار بيناتكم؟ لا كنت تقصت العلاقه انت زي وفات وفات فيه ما عادش فما راجعة في الحكاية ما عادش، والحاجة الأخرى اللي أنا تو أخبارها هي كانت توصلني حسيلو كانت توصلني من غادي من هذي بنت عمها ما يتسكن قدامكم عاد هي نعم ما يتسكن قدامكم تسكن قدامنا هي دونك أخبار هذه موجودة عندك صحيت ولا مش غادي المشكلة من طاو فماش حتى حكيت عام ونصف هكاك عام ونصف وما خدر الدار كيرينها حاولوا من الدار هذيك ومشيوا للمنطقه واحده انتقلوا فهمت العمليه بالضبط معناتها اللي كما نقولوا احنا وانا والله من نذكر روحي نهار ورجعت حتى بكلمه دونك من 2006 الحكايه هذه نقول لك انا نقول لك حاجه بعد وبعد فيها حكيتها هي تعرف الواحد خاطر انت من هرت تقدم انت في البرنامج اي الواحد قال له علاش قلت لك انا وجيعه وفرض وقت قلت له فما ابتسامه انا تعرف انا ممكن انا رجعتني خاطر انا في العرفت في البريود هذيك يمكن في الديبي نتاع فيفري اي هكاك 6 7 هكاك وقتها وتات كيما نقولوا احنا اللي بديت العلاقه نتاعنا معناتها حسيت فك البريود هذيك وقتها انا بدرت خاطر من نقول لي انا مش مقتنع به بدرت وقتها في هذه الحب فك البريود هذيك على اول ما هبت وقتها كلام بيتروا البريود نتاع حسيلو فيها كما نقولوا احنا اغنيات وميكس اغنيه وقتها كانت تحبها اغنيه في الفيلم تاع عمر وسلمى دونك بدايه الحكايه حكايه بدات بان بيتروا في اغنيه عمر وسلمى بالضبط نتاع سامر حسني اللي غناها على الدروج واللي فاتك اخر كيف قصيناها في البريود نتاع ثلاث شهور تعرف الدار ما كان غنيتين حل الشارع مغاد قال حس مغاد معناتها الشارع كامل بيسمع وقت الغنية خاينه وقول لي واش اللي تريدي خاينه اشرف اليوم الغنيتين وقت اللي يضربوا في البريود هذيك واسم الفنان على اسمك اشرف الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه دونك من 2006 من 2006 حكايه عندها سنين الله اشرف سنين الله ورغم هذا ما نسيتهاش لا ما نسيتهاش عرست خاطر في البريود هذيك كما قلت فيها اول الواحد اول حب في حياته الحق في المره الثانيه تعرفها على وحده اما من بعد الواحد كما قلنا احنا وقف على حقيقه الواقع نتاع الدنيا كيفاش من عرست اشرف ولا بعدها هي؟ لا ما عرستش مازلت توا ما عرستش لا علاش؟ نقول لك حاجه قول لي بابا من بعد يوفى كل شيء بالنسبه لي انا ما دخلت في علاقه ما قعدتش حتى 8 شهور هكاك دخلت وقتها في علاقه من بعد عرفت اللي علاقه سامه علاقه مصلحيه وهي وهي تنقول لك هي اللي تعرفت عليها وقت ايتيديونت وقت تقرا معايا حسيلو كيما نقولوا احنا بمنطق واحد اخر اللي لصقت اللي بتلفصون كيما نقولوا احنا مش تفهمها مش تقريها مش تعاونها اشرف هي ايش عملت في حياتها عرست؟ لا والله ما عندي عليها حتى معلومه تو هي قلت لك ما عندك عليها حتى معلومه اما انت ما زلت حبيسها صحيح بعدها هي يوفى كل شيء لا يوفى كل شيء لا نساء بعد هذه المرأة؟ لا علاش؟ شين فيها؟ شين فيها؟ كنقول لك كنقول لك علاش تحبها شنو هي أول حاجة تقولي لي؟ ستر بركة عندك تفوت ستر موان دو كلامها طريقة تفكير طريقة تفكيرها ضحكتها ما نساهاش حتى نفطر المثال في الفترة ما اللي تحسك فيها مثال ماكش قد بعضك ولا حاجة تعرف كيفاش تجيبك لسنين تعرف كيفاش مثال تشوف انت ايش قاعد يدور في مخك شنو اللي في قلبك شنو اللي موجعك شنو اللي مخليك مكسور للدرجة هذي أشرف شنو تقولها لو تسمع فينا في 10 ثواني والله نحبك يكتفي أشرف بثانيتين فقط شكرا لك اللي شاركتنا
قصتك وحكايتك موصلين معكم حتى ال11 متاع الليل في كريم القلب. راجعين بعد الفاصل. اسم المنور راشد الماجد خاينة، إعادة لأغنية خاينة للفنان التونسي أشرف، إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يكون من أهل الجنة. موصلين معكم حتى ال11 تعليل في كلام القلب. معنا نهال، أهلا وسهلا نهال. عسلامة. عسلامة نهال، شو حوالك؟ الحمد لله. يا الحمد لله. منين تكلم فينا نهال؟ القروان. من القروان، تحية لكل مستمعينا في القروان. قداش العمر لو تسمح؟ 25 سنة. عندنا 6 دقائق نهال حتى نسرد قصتك، حاضرة؟ حاضر. على بركة الله، يلا. أنا تعرفت على واحد في الخدمة. على أساس معناها كونه ما عايش نعرف كل شيء، وأنا مرة الأولى أنا وهي أصحاب معناها. كنا رفقة معناها. وبعدين؟ وبعدين خلينا شوية طورت علاقتنا معناها ومعناها فهمت وليت نحبه من غير ما نشعر. وبعدين حبيته؟ إيه. حبك؟ هو نفس الشيء معناها. كان يقول انه يحبك. شنو؟ كان يقول انه يحبك هو زاد. ايه. ايه. حسيته بعد حكيت بريود شخصي معرفش. اها. ايه. قديش هل بعد بريود هذي؟ مش برشة بيش، شهرين حاجة هك. 60 يوم كانوا قادرين انهم يغيروا مجار هالعلاقة هذي. طلع متزوج. ايه، هو عنده ويظهر لي عنده صحي، تعرفت عنده 2 بنات. ها. ايه. انا تعرفت عليه. قداش عمرهم بناته؟ عرفت بريس 5 سنين حاجة هيك. انت قداش عمرك؟ انا 25. وهو؟ هو بريس 33 هيك. 33. كيفاش عرفت لي هو متزوج؟ والله مرة حسيله هكا نفركس في التليفون وحكيت تصاور معناها متاع ولاد صغار. قال لك ولاد اختي. صحيح. هي معروفه الفاز. قال لي ولاد اختي اخي حصلوا ما نعرفش. فما مره انا متعجه ونلقاها معناها هز بنت للغاوطه، عرفت اللي هي بنته معناها. فما شكون زاد حكي لي عليه معناها، قال لي راهو ما عرفش الفرقات. قال له ما صدقتش الى ان شاهدتي بعينيك. اكيد معناها. بعينيك. انا مشكلتي وين طوال 3 سنين معناها من اللي انا وهي كل واحد على روحه، انا لهذه الساعه ما نجمش نحي من مخي معناها، ما نجمش ندخل حتى حد لحياتي. مريضه منذ نهايه القصه هذه. عندي 3 سنين. مريضه باي طريق؟ ما راش ديما نخمم شويه، ما نجمتش حتى حاولت ندخل شكون لحياتي، ما نجمتش. يعني نفسيا مرضك؟ يا بالله. الحكايه دائما شهرين وشويه وعندها 3 سنين هكا ولا؟ ايه. دونك عرفت الحقيقه وفي كل شيء؟ في كل شيء. انا قصيت علاقتي معكم كيف نوم. ما حاولش يحكي معك يقنعك بحاجات انه يبطل وياخذك وما الى ذلك؟ انا مستحيل كان كل سبب مثلا خرب الدار انسان، ولا انا مستحيل انا نرضى روحي هكا نتعذب، ومستحيل نرضى كان الانسان يكتم صغار معي. انا طبعا لي 3 سنين نعرفش ليل نهار ونهار يدير، حتى خرجت من تونس جمله من اللي وقتها ما عاودتش رجعت الى تونس. خرجت من تونس جمله؟ خرجت من تونس جمله معناها. وين سافرت لبر؟ ليه روحت القروان يعني. رجعت القروان يعني، ما رجعتش، ما بقيتش غادي فيه. هربت باش ما عرفش للراه حتى صدفه ما عرفش. والحقيقه نهال كي هربت اختفى من حياتك، من بالك، من مخيلتك، من احلامك؟ من بالي ما اختفيتش حتى لحظه من بالي. اما شنيا انا قلت لك انا ما نجمش نخرب دار انسان معناها، ضميري ما يعطينيش كاين كوني معناها يتم صغار. زلت تحبه؟ على خير. وانا غادي ساعة لتو نحبه على خير. علاش؟ ما نعرفش، حتى توأم روحي ما نعرفش، يمكن سريدة صغيرة ايه. اما انا وياه كنا معناها بحكم نخدم مع بعضنا ما يفرقني كان نوم الليل معناها، نهاري كان نعدي معاه. لو يسمع فينا نهال ان شاء الله. ان شاء الله اذنك. تحبوا يكون يسمع فينا؟ ان شاء الله.
ان شاء الله يكون يسمع خير. علاش؟ خاطر تعال زادت على الاخر كيف سنين ما شفتش ندخل حتى انزل. وعلاش تحبوا يسمع تو؟ خاطر انا توحشته اما ما نجمش ننصبه. ماذا بك يسمعها منا هكا ومن غير ما من غير اتصال مباشر؟ هي قلت لك انا ما نجمش ننصبه ولا نجم نشوفه ولا نجم حتى شيء خاطر انا قلت لك ما نجمش نيسر مشوارك. وفرضا سمع تو وطلبك اش تعمل؟ لا مستحيل. مستحيل يطلبك ولا مستحيل تهز؟ مستحيل هو يطلب ولا مستحيل الناس. يمكن مستحيل يطلبك قاعد نصدق فيها. مستحيل انك تهز مانيش برشا نهال حاسك باش تهز. لا والله لا خاطر انا معناها انا قلت لك انا كنت نجم نرجع نتمشى نتقابل انا وياه وعادي جدا اما انا ما حبيتش. 10 ثواني توجه له فيهم رساله ونختموا نهال شنو تقول له؟ قولوا ربي يسامحك وإن شاء الله نجم نحيك من بالي وكاهو. إذا هذه أمنيتك إن شاء الله تصير نهال وإنه يتنحى من بالك وتنجم تدخل ناس جدد لحياتك بعد سيد هذا. شكرا ليك اللي شاركتنا حكايتك، شكرا لكل المستمعين، شكرا لعاطف في الإخراج، آية بالغايب في الإعداد، وآمر رابح في الـ FM TV، ياسمين ترودي في الويب. نتقابل غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء، تشاو تشاو.